بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه النهارده بالتاكيد معانا فيها ضيوف مهمين جدا، هنتكلم في موضوعات هامه بالنسبه للوسط الرياضي، كل فقره مختلفه عن الفقره الاخرى في التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها. في البدايه هيكون معانا فقره اخبار، معانا فيها تفاصيل ايضا مهمه جدا واخبار متعلقه بتدريبات النادي الاهلي والاستعداد للمرحله القادمه. ايضا كمان هنلقي الضوء على قرارات لجنه المسابقات باتحاد كره القدم اللي صدرت النهارده او ممكن حالي منذ قليل. ايضا كمان عندنا تفاصيل متعلقه بالاستعدادات بالنسبه للمرحله الجايه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. النهارده كان اول تجمع للجهاز الفني الجديد مع اللاعبين استعدادا للمباراه الوديه امام منتخب بوتسوانا خلال الايام القليله القادمه. دي فقره الاخبار. الفقره الثانيه وهي الفقره الحواريه الاولى هيكون في ضيافتنا الكابتن عبد الله فاروق نجم النادي الاهلي السابق ومدرب فريق النادي الاهلي مواليد 2004. تجربه جديده مع عبد الله فاروق، هو احد اللاعبين اللي كان لهم دور في فتره سابقه مع النادي الاهلي وتحديدا في فتره من 2008 حتى فتره 2011 2012، لكن خلال الايام القليله الماضيه او خلال السنه الماضيه يعني متواجد في قطاع الناشئين مع الناشئين والبرائم، وحاليا موجود مدرب لفريق النادي الاهلي مواليد 2004. هذا الفريق بنتكلم ان هو يعني الاهلي تحت 16 سنه نواه بالنسبه لفرق الشباب اللي بيقودوا منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، او حتى ممكن يكون نواه للمنتخب الاولمبي خلال الايام القليله القادمه. الفقره الحواريه الثانيه فقره مهمه جدا، فقرة مهمة جدا لأنها فقرة فيها معلومات وفيها تفاصيل وفيها أمور متعلقة باقتصاديات كرة القدم. بمعنى إيه؟ اقتصاديات كرة القدم إن الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي أو الاتحادات القارية بشكل عام راحت بكرة القدم كصناعة إلى مشروع تاني خالص في الفترة السابقة. يمكن الناس في مصر دايما بتتكلم عن الكورة في إطار ثلاث نقاط، مكسب خسارة تعادل نقل مباراة من ملعب لآخر، لكن في تفاصيل في كرة القدم أكبر من ذلك بكثير. النهاردة في ضيافتنا واحد من اللي كان ليهم دور كبير جدا داخل الاتحاد الإفريقي كاف لكرة القدم في سنوات سابقة لمدة طويلة، وكان ليه دور كمان في فكرة استحداث نظام جديد لدوري أبطال إفريقيا، زيادة عدد الأندية المشاركة، ترتيب دوري المجموعات وإقامة دوري مجموعات مبكرا عما كانت في السابق في دور الثمانية أو حتى الوصول للمراحل النهائية. ضيف النهارده كان ليه فترات طويله جدا موجود في اداره التسويق في الاتحاد الافريقي. ضيف وضيفكم النهارده الاستاذ عمرو شاهين مدير اداره التسويق بالاتحاد الافريقي سابقا. ضيفنا النهارده هنتكلم معاه عن المرحله القادمه بالنسبه للكره الافريقيه، خاصه ان بكره ان شاء الله موعد اجراء قرعه دوري ابطال افريقيا وملحق كاس الكونفدراليه ان شاء الله في احدى الفنادق هنا في مدينه السادس من اكتوبر. هنتكلم معاه عن كل التفاصيل المتعلقه بالمرحله القادمه وفكره كمان زياده عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا واجراء مراسم قرعه ل 16 نادي في دور ال 16 باربع مجموعات. عائد البث الفضائي، العائدات الماليه، توزيع الايرادات، الانديه بتكسب كام، المكافئات الماليه كمان لدوري ابطال افريقيا ازاي تصاعدت وتراوحت في البدايه بعد ما كانت حوالي 750 الف دولار ثم مليون دولار ثم مليون ونص الى 2 مليون، في ارقام بتزيد كل سنه والاخرى. فبالتالي كل هذه التفاصيل ضيفنا النهارده الاستاذ عمرو شاهين هيكون فرصه طيبه يكون معانا النهارده عشان نتكلم معاه في كل هذه التفاصيل لاول مره من فتره طويله جدا ما كانش موجود على اي شاشه او اي قناه فضائيه. ففرصتنا النهارده ان احنا نسمع منه تفاصيل كثيره متعلقه بالكره الافريقيه في ظل ان غدا ان شاء الله مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا ومشوار جديد بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. لكن فقره الاخبار، فقره الانترو، محتاج ابدا بكلمتين مهمين جدا. ألف مليون سلام على كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن النهاردة كان مدعو لحضور اجتماع مهم جدا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص، هي الاسم كده عشان في الناس النهاردة كانت قسمت اللجنة لجزئين. في إدارة تراخيص في الاتحاد الإفريقي وفي إدارة للمسابقات في الاتحاد الإفريقي، لكن لما بيكون في اجتماع بيكون اجتماع لجنة المسابقات والأندية والتراخيص. الاجتماع بيبقى شامل لجنتين مع بعض، والعضو اللي موجود في اللجنه دي بيكون موجود في اللجنه دي لان هو اجتماع مشترك بين اللجنتين. الادارات المعنيه بالعمل المهني جوه الكاف دي ادارات مستقله من خلال موظفين موجودين جوه الاتحاد الافريقي. لكن بشكل عام النهارده الكابتن محمود الخطيب كان مدعو لحضور هذا الاجتماع لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي وتراخيص الانديه، لكن لظروف صحيه حالت دون حضوره اعتذر الى الاتحاد الافريقي وحال حضوره في هذه الدعوه وهذا الاجتماع الهام النهارده اللي كان بيناقش امور كثيره جدا متعلقه كمان مستقبل الكرة الإفريقية وشروط تراخيص الأندية والجديد كمان إزاي عشان الكرة الإفريقية تتطور في الفترة القادمة، وإزاي مسابقات الكرة الإفريقية تبقى الأفضل والأفضل في السنوات القادمة، واستحداث أي أنظمة جديدة للبطولة الإفريقية سواء دور الأبطال أو حتى كأس الكونفدرالية. كابتن محمود الخطيب توجه إلى المستشفى الملكي بالأسكندرية لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني بيرتا لامفي المتواجد بزيارة للمستشفى الملكي في إسكندرية. سبق له أن أجرى هذا الطبيب الألماني للكابتن محمود الخطيب ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.